صباح الخير عليكم. انا دكتوره صفاء الاندلسي زهور، اخصائيه في امراض الانف والاذن والحنجره. الو هنا اليوم غادي نهضر معكم على الدوخه، موضوع الدوخه. الو ديجا هو واحد الموضوع اللي هو الناس ما تيمشيوش فاسيلمون يستشيروا الطبيب فيه، وكيديروا واحد لا غولاسيون دائما مع المعده. الوغ الدوخه هي خصنا نعرفوا شنو هي معناتها. معناتها ان الانسان كيحس واحد الاحساس بان سواء الدنيا تدور به سواء بانه هو براسو كيدور. دونك ملي كنحسوا بهذا الاحساس هذا كيجي قدر تجي معاه واحد تروبل ديكيليبر، يعني فقد التوازن، مع احساس بالتقيؤ، بالقدر اللي الناس اللي كطيح لهم الطونسيون، واحد التعرق وهذا. دونك ملي تيكون هذا المشكل هذا هنا خصنا نشوفوا طبيب اللي هو مختص في الاذن والانف والحنجره، اللي هو تيحيد لنا اي حاجه، حاله طوارئ اللي تقدر تؤدي الى ان برونوستيك فيتال، يعني الموت او تؤدي بالحياه ديال الانسان. دونك منين حنا تيجي عندنا المريض اللي عنده هذا المشكل هذا، كنديروا واحد الفحص سريري، كنعرفوا واش اول مره جاتو هذه، كيفاش كتجي، فوقاش، يعني كنشوفوا جميع يعني بلانتيغوغاتوار باش كنعرفوا اش شو هو المشكل، منين جاي، واش هو مشكل جاي من الاذن، اذا حنا كاختصاصيين كناخذوا هذا. الا كان المشكل جاي من الدماغ اذا تنصيفطوه للطبيب ديال الدماغ. خصنا نعرفوا بان التوازن اون جينيرال عندنا ثلاثه ديال لي سيستيم اللي هما كيعطيونا هذا التوازن هذا. اول سيستيم هو سيستيم ديال الاذن الداخلانيه، والسيستيم الثاني هو يعني العين، يعني موضع العين، لو سيستيم اوكيلوموتور اللي كيخلينا كنبوجيو العين ديالنا. والسيستيم الثالث هو الاعضاء، يعني لي موسكل ديالنا، يعني لو بروبريوسيبسيون باش كنحسوا حنايا. بيان سور الدماغ هو اللي كيحاول انه كي سينكرونيزي ما بين هاد لي 3 سيستيم. الوغ ملي تيوقع خلل في واحد لي سيستيم هنا تيعطينا المشكل ديال الدوخه. وحنايا بالفحص السريري وبعد لي زيكزاما تنعرفوا منين جاينا المشكل، وكنقدروا اورينتيو الباسيون اشنو خاصنا نديرو، شنو هو النوع ديال العلاج اللي خاصو. خاصكم تعرفوا بان هاد الدوخه راه تقدر تجي عند الاطفال كما تجي عند الكبار. حنا بعد الاسباب ديال هاد الدوخه اللي هي لا بلو فريكونت واللي الناس كيقدروا يعرفوها، هو داك لو فيرتيج بوزيسيونير، يعني لو فيرتيج اللي تيجي منين الانسان كيغير لا بوزيسيون ديالو à droite, à gauche, vers l'avant ou vers l'arrière. Ou had smitou surtout dans le lit. يعني فين كيكون ناعس وكيبغي يتقلب في لو لي ديالو. وهذا العلاج ديالو عباره عن ترويض اللي كيديروا الطبيب، يعني ما كيحتاجش الادويه، وهو لو بلو فريكون ديال لي فيرتيج عند الانسان. من بعد كيجي بعض الامراض الاخرى، وهاد الامراض الاخرى اللي هي بحال لا مالادي دو مانيير، بحال التهاب العصب ديال الاذن، هذا هادو كلهم خاصهم تشخيص من عند الطبيب. داكوغ، وهنايا دونك ضروري ما الانسان يمشي عند الطبيب باش يشخص الحاله ديالو، لان من بعد باش يمكن له يريكوبيري التوازن ديالو دونك خاصو علاج بالادويه وعلاج بالترويض، وهنايا ما يمكن له يدار الا بعد الفحص ديال الطبيب.